تعرف عليا. اللي زعلني يا كابتن طه انه انت لعيب المفروض خبرات. ده محمد هاني هو مش لعيب صغير ولا لعيب مثلا ناشئ، ده لعيب خبرات ما يغلطش غلطه زي دي. وغلطه في وقت كان الاهلي بيحاول يتنفس عشان يرجع تاني في المباراه، ممكن ترجع يعني اي حاجه ممكن تعمل فيها، لكن ده الجول الثاني قتل الماتش وصعب الامور على الفرقه. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هي طيب بمناسبه محمد هاني، من الحاجات برضو الغريبه ان انت مثلا جايب كريم فؤاد عشان يعوض لك الناحيه اليمين وممكن يعوض لك الناحيه الشمال، عندك محمود وحيد على الدكه من ساعه ما جه اصلا ما بياخدش فرص سواء مع موسيماني او غيره، عندك لاعبين كتير على الدكه تقدر تستخدمهم في اوقات كتيره جدا ما بيستخدمهمش، وهو نفس الشخص اللي يتحدث دايما عن الارهاق والامور البدنيه، وانت عندك سكواد او عندك تشكيله او قوام فريق مليان لاعبين واسماء محترمه جدا ممكن تستخدمها وما تحسش بالتعب ده. ما انا بقول لك يعني اللعيبه يعني مثلا كريم فؤاد هو برضو اللي عن طريقه جايبه يعني، ده من اللعيبه اللي كانوا بيجيبوا التوصيه من توصيته. صحيح. فيعني انت ثقتك فيه ده انت اللي جايبه. جاي جايز محمود وحيد جاي من الاول قبل ما هو يجي. بالزبط. لكن برضو محمود وحيد خد فرص في الفتره اللي فاتت، خد من بعض المباريات، لكن برضو تحس انه ما عندوش ثقه فيه. نعم. ما عندوش. كريم فؤاد برضو مهزوز شويه. طبعا. والاصعب من ده وده 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 ميكيسوني، انا مش مصدق بغض النظر ان هو باين ان ميكيسوني مش لعيب كبير، بس ما هو انت اللي اخترته. يعني انا افهم انه بيرسي تاو ساعات بيطلع وساعات بينزل تعدي، لكن ميكيسوني ما بيطلعش خالص. لا ما انا بقول لك يعني وهي كلها اختياراته. عشان كده انا بقول ممكن يعني انا مش عايز احمله ما لا يطيق يعني. انما انا عايز اقول انه النادي الاهلي عنده الخيار انه شاف الوضع الحالي. انا شخصيا ده رايي. النادي الاهلي يكمل لحد السنه اخر السنه، وبعد كده اذا كان هيفكر في اختيار تاني. لكن انا شايف ان حتى الدوري العام اذا كان النادي الاهلي عايز ينقذ الدوري العام لازم هو لازم يمشي. مع الشكر الجزيل له. النادي الاهلي يعمل له حفل كبير جدا ويشيد بيه، راجل قد اداء عظيم مع النادي. ولذلك بس مش ده مش مبرر ان يبقى فوريفر يبقى موجود، لا. فتره عملها كويس اوكي. متشكرين جدا. والا مورينيو كان قاعد مع تشيلسي فوريفر مثلا، والا كونتي كان قاعد مع تشيلسي فوريفر. بالظبط. كل واحد برضه بيجي عليه فتره يتالق وبعد كده فتره هبوط كتير. خلاص يعني بروح حته ثانيه ادور على مكان ثاني. صحيح. يعني مورينيو راح روما ومنذ مده طويله يمكن فرق الايطاليه ما كانتش بتكسب، هو كسب طبعا الدوري والكاس والشامبيونز ليج مع الانتر طبعا زمان طبعا، وكسب لروما. انا كنت متفائل، كنت متعاطف معاه. وانا جدا والله العظيم متعاطف معاه مع روما لما كسب الكونفرنس. انا بحبه جدا بصراحه. كونفرنس الشامبيونشيب. طيب. فيعني دي من ضمن الحاجات. بس انا يعني انا ما بحملش على الراجل ولا بغض له ولا كراهيه، لكن انا بتكلم من وجهه نظر فايده النادي الاهلي ومصلحه النادي بهدوء جدا. لكن انا لا اغبن الراجل في النتائج العظيمه اللي عملها مع النادي الاهلي في بطولات افريقيا السابقه وماتشات السوبر والحاجات ديت. طيب.